بسم الله الرحمن الرحيم. منذ سنة 2012 شرعت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية بسكرة في تنظيم موسم سيدي زرزور السياحي. لماذا سيدي زرزور؟ سيدي زرزور عالم ومفسر للقرآن وناظم للشعر. هناك كثير من الأساطير التي نسجت عليه، ومقامه أصبح مرتبطا ببسكرة وبوادها وبتاريخها. حتى الكثير من السواح أو الزائرين لبسكرة يصفون ذلك المقام ببرج إيفل بسكرة، يعني لا تور إيفل تاع بسكرة. أخذنا هذا الرمز، هذا المؤرخ الذي نفضنا الغبار عن تاريخه وكشفنا حقيقة تاريخه بأنه لم يكن لا صاحب طريقة صوفية ولا شيخ زاوية، ولكنه كان معلما للقرآن وناظما للشعر ومفسرا للقرآن كذلك. اتخذنا من اسمه عنوان لهذه التظاهرة السياحية، وليست زردة وليست شرك بالله، ولم يذبح ولن يذبح لا جديان ولا عجول، لا سوداء ولا حمراء ولا بيضاء ولا خضراء ولا صفراء. الهدف من هذه التظاهرة كما هو معروف في كثير من البلدان التي تثمن وتعيد الاعتبار لمؤهلاتها السياحية، تتخذ رمز قد يكون اسم عالم، قد يكون اسم زاوية، قد يكون شجرة، قد يكون منتوج. وفي بسكرة هذا المعلم الذي يرمز للتاريخ، لأنه معلم تاريخي في بسكرة، وبسكرة مشهورة بسياحتها التاريخية والثقافية والدينية منذ الفتوحات الإسلامية، وهي مشهورة بهذه السياحة. هذا الموسم الصور موجودة، شرائط الفيديو موجودة، لم يرتكب ما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدين في هذا الموسم، وكل ما يروج ما هو إلا استيراد أو بعض التعقيدات ووصف هذا الموسم بأوصاف في عصر التكنولوجيا، ونسب بعض الأمور التي لم تحدث ولن تحدث. إذن هذا الموسم، هذه السنة فقط، يستقطب الكثير من السواح، الكثير من الرحلات التي ستأتي من العاصمة، من عين الدفلة، من قسنطينة، من باتنا للحضور لهذا الموسم. ومن في قلبه ريب وفي نفسه شك فليطلع بنفسه على هذا الموسم، بل إذا كان محايدا فليطلع بنفسه داخل المقام على الرخامة التي وضعناها هناك عن تاريخ سيدي زرزور وعن أبيات شعره التي حفرت في تلك الرخامة عن توحيد الله. إذن هذا الموسم ليس زردة، إنما هو تثمين لمؤهلاتنا السياحية، جلب السواح، لعب دور في التنمية المحلية، لأن السياحة هي توسعها أفقي بحيث تتقاطع مع جميع القطاعات ومع جميع المهن والحرف. وهذه السنة ستكون الطبعة الثالثة مميزة وبأنشطة متنوعة. أما ما ينسب لهذا الموسم هو محض افتراء وكذب في عصر التكنولوجيا، في عصر المعلومة لا تغيب عن أحد. ونحن مستعدون للحوار على هذا الموسم الذي هو مفتوح للجميع للمشاركة والإثراء
على سواء على صفحة I Love Biskra أو على صفحة بيسكرا توريزم أرتيزانا التي أشرف عليها شخصيا، وكذلك باب المديرية مفتوح، كما استقبلت الكثير من طلبة معهد سيدي عقبة للتعليم الديني وتناقشنا في هذا الموضوع، وقد رفعت الكثير من اللبس، ولكنني دائما مستعد من أجل النقاش وكشف حقيقة هذا الموسم الذي ينظم لأهداف أخرى مما يروج له.